طبعا في البداية حابة أقول لنادي الزمالك، طبعا للفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، هارد لك، مش نهاية الدنيا، عادي. احنا ما كناش موفقين امبارح، والرياضة مكسب وخسارة، ما فيش حاجة اسمها ان انت هتكسب على طول الخط او هتخسر على طول الخط، طبيعي، يوم كده ويوم كده، هو ده حال الرياضة. فيعني مش نهاية الدنيا ومش نهاية العالم ان الزمالك تلقى هزيمة امبارح في السوبر المحلي. مباراة كانت جميلة، مباراة كانت عظيمة على مستوى الروح الرياضية، ولكن فنيا احنا ما كناش احسن حاجة، فخلاص نقطة ومن اول السطر. ودي الرياضة، لازم تبقى متقبل ومتفهم فكرة انه الرياضة مكسب وخسارة، لا عمرك هتفضل تكسب على طول ولا تخسر على طول، ولا عمرك الطبيعي ان انت لما تكسب على طول نفضل نقول برافو هايلين وتجننوا فظاع وانتوا ابطال وانتوا نجوم وانتوا 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 ونطلعكم سبع سما، ولما تخسروا نقول لكم لا خلاص احنا مش عاجبنا الوضع ده واحنا مش مبسوطين ونهد المعبد والاجواء دي. لا، مش عايزين نعمل كده، عايزين نتقبل فكره المكسب والخساره. جماهير الزمالك دايما اصلا، مش محتاجه بقى انا اقول الكلام ده، لانه جماهير الزمالك دايما معودانا على فكره ان الناس دي موجوده في الانكسارات، ويا رب يعني يقلل من الانكسارات والهزايم يعني، ولكن جماهير الزمالك دايما موجوده في الانكسارات قبل الانتصارات، فده طبيعي. هم اللي علمونا كده، هم اللي علمونا انه الفرح صحابه كتير جدا ولكن الهزيمه صحابها قليلين. لا، صحابها مش قليلين، جماهير الزمالك دايما موجوده ودايما داعمه لكل فرقها، كل ما هو زملكاوي جماهير الزمالك بتدعمه في الخساره قبل المكسب. فمش نهايه العالم، مش نهايه الدنيا، انتوا رجاله وعلى قدر المسؤوليه. ما كنتوش في اليوم بتاعكم امبارح، كانت داي اوف وخلاص، نقطة من أول السطر، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، إن شاء الله الدوري السنة دي في نسخته نكون أبطال الدوري للنسخة الثالثة على التوالي، نكون أبطال الكاس للنسخة الثانية على التوالي، خلاص يعني مش نهاية الدنيا، والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل.